العمل خيري جميل، لكن أحيانا كل الحسنات تروح ويتحول إلى نقمة لصاحبه إذا كان الهدف منه هو الرياء وإبراز النفس، مثل ما نشاهده في هذه الصور اللي تم تناقلها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار دير الخير وتصور معاه. لا أدري هذا إذا كان شخص أو رئيس جمعية أو أي صفة كان، لكن أنه جميل أنك تقدم المساعدات للعائلات المعوزة والعائلات المحتاجة، لكن أنك تهين كرامتهم وتجبرهم أنهم يتصوروا معك وتنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي، فأقول لك سيدي بكل احترام هذا الخير صدقني ما راهوش بنية صادقة أو نية تقديم الخير للغير، لكنه بنية أخرى، فاتركوا الخير يكون خالص في سبيل الله. وأنا عجبتني بعض الصور في ولاية البليدة، الناس ناضوا صباح ربي القول قضيان قدام دارهم، ما عرفوا ولا شكون شراه ولا شكون جابه ولا شكون حتى اللي قدمه لهم، فهذا هو الخير الحقيقي.